في رحاب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، أحييكم أهلا ومرحبا بكم لمتابعة المباراة المؤجلة عن الجولة الرابعة من الدوري المغربي لكرة القدم بين الرجاء والمغرب التطواني أمام ما يقارب 15,000 مناصر من أوفياء رجاء والعشرات من أوفياء المغرب التطواني. موعد يتجدد اليوم من أجل البحث عن 3 نقاط ثمينة، 3 نقاط غالية للمغرب التطواني لمواصلة تصدره لترتيب العام للبطولة الوطنية. والرجاء الذي يخوض مباراته الخامسة فقط بعدما كان منشغلا برحلته العربية في كأس محمد السادس الأندية الأبطال، مشغول البال بمسابقة دوري أبطال إفريقيا. رجاء يلعب على عدة واجهات هذه السنة ويرغب للذهاب بعيدا في كل التحديات التي تنتظر هذا النادي. مع باتريس كارتيران المدرب الفرنسي، خروج رادا بونغا لابعاد الخطوره، كره مشاركه والحكم عادي الزراق يتدخل الاعلان عن ضربه خطا. توني تغطيه من الطرف الايمن للنصر الخضر في منطقه الجزاء، بونغا بقبضه اليد يبعد الخطوره، تتواصل المباراه والرجاء يضغط منذ البدايه. الرجاء يبحث عن فرد شخصيته، عن فرد ادائه في هذه المباراه، يعرف جيدا ان المغرب التطواني في منطقة الجزاء في القائمة الثانية. خروج رادا بونغا بالخطا، كرة رجوية سفيان الرحيمي مسجل الهدف الثمين، صيد ثمين في كينشاسا بحثا عن هدف آخر في هذه المباراة. الرحيمي في منطقة الجزاء كانت إمكانية لتسجيل الهدف الأول في هذه المباراة سهلة. مباراة رجاء كرة مبعدة بصعوبة للحارس أنس الزنيتي. المغرب بلمسة لرجاء، محاولة تمرير خطاب من الطرف الأيسر، كرة في منطقة الجزاء للمرة الثانية بنفس الطريقة. كان بإمكان رجاء أن يسجل هدف، كرة من قدم الكاميروني فابريس كايلونغا. أحدد قتل على كورت والحكم يمنح امتياز اللاعب. كرة من الطرف الأيمن محسن متولي في القائمة الثانية. رادا بونغا كانت هذه فرصة هدف أول لرجاء. كرة لعبت بحلفية عالية، محسن متولي للمرة الثانية، كلاكيت ثاني مرة في منطقة الجزاء مبعد من دفاع الأتلتي. للمرة الثالثة يتواصل ضغط الرجاء في مباراة اليوم. الكاميروني يتقدم من ياوندي فابريس جينونغا لأحداد سددها، لكن تدخل الدفاع على المغرب التطواني كل اللاعبين باستثناء كوبالا مقابل تعاقد مع شيشان لكنه رفض. كرة في منطقة الجزاء، كانت هذه إمكانية هدف من سفيان رحمي، كان كنترول ممتاز، التوغل في منطقة الجزاء لكن غاب التركيز ليغيب الهدف الأول لرجاء. كرة من محمود بن حليب. الشيء اللي أثارني في مباراة إسفيتا كلوب والرجاء، مشات كرة من وردي، انطلاقة رجوية، إمكانية التسديد بعيدا عن مرمى الحارس رضا بونغا. يمتص حماس لاعبي الرجاء ورغبتهم في الوصول مرمى الحارس رضا بونغا. 1-2 محمود بن حليب، بن حليب لجايلونغا، جايلونغا مشات كرة تطوانية، كرة تطوانية 1-2 في منطقة الجزاء سيسوكو. كان بالإمكان أنه يضرب بقوة في الجولة الأولى، كان بإمكان متابعة هدف أول للمغرب التطواني عبر عبد الله سيسوكو. عزيز العامري اسم كبير في تاريخ الأتلتي. كرة من مارتين لينغوا وصل المساوي، مساوي في منطقة الجزاء، كرة في منطقة الجزاء بالرأس. كرة للرجاء من الطرف الأيمن، إمكانية التسلل في منطقة الجزاء، كرة لبن مالونغو أطول عليه شوية، مازال للرجاء فابريس نغوما. نغوما أبناء كينشاسا لابن ياوندي، كرة نغا بالرأس لكن تدخل الحارس رضا بونغا. بونغا يتدخل لإيقاف المدى الرجاوي في الكرة الماضية. كرة من صناعة كونغولية والأسيست من الكامروني جايلن، التسلل في منطقة الجزاء، كرة لبن مالونغو. كرة رجوية محسن متولي،
محسن تولي لبين مالونغو. مالونغو الحل القادم من كينشاسا. هذا هو اللاعب اللي مدس فرصة، مدس فرصة ممكن انه يسعى الفارق. هذا لاعب من عالم اخر، هذا مقامه بين الكبار. بين مالونغو كعبه عالي يا سادة، كعبه عالي يا سادة. لاعب صعيب ان توجد مثله في مجال كرة القدم. لما جات الكرة رحمي بين مالونغو بلمسة محسن متولي ومن يتولى مالونغو أمام ثلاث لاعبين. مالونغو مر الكرة على جبرون، أنا جبرون يا جبرون، مشات كرة من جبرون. يجي سينهي المباراة بشكل نهائي. هذه كرة تيتوانية، كرة للمغرب أتلتيك تيتوان، كرة من توني سدد كرة توني. وأناس سنيتي يتعملق في الكرة الماضية. أناس سنيتي يصنف من جديد في خانة الكبار كحارس مرمى كعبه عالي. عبد إله حافظي تغيير فرصة تهديف، كرة مشات من الطرف الأيسر في منطقة الجزاء. هذه إمكانية مبعدة في النهاية، أخطر فرصة تيتوانية. أنس جبرون، سعود توني عنده واحد الشخصي، عادل الحسناوي كرة ممتازة جدا. أوه الحكم يتدخل في الكرة الماضية ويقول خطأ، يقول كان خطأ مشترك مع الحارس أنس زيتي. احتجاج على حكم المباراة عادل زراق. ما الذي حدث في الكرة الماضية؟ المغرب تيتواني ومن يضغط في الدقائق الأخيرة. مارتين بينغوا، بينغوا القادم من إقليم الباسك للبطولة الوطنية مع شباب ريف القصيم واليوم تيتواني. تيتواني الانتماء في البطولة. مارتين بينغوا، عمر العرجون ما يلعبوش، غتبقى بيناتهم أكيد. كرة والحكم يعلن عن نهاية المباراة بتفوق الرجاء هدف للصفر أمام المغرب تيتواني. هنيئا للرجاء، هارد لك للمغرب تيتواني. في انتظار مواعيد كروية مقبلة تقبلوا مني أطيب التحية، ألقاكم في مواعيد كروية مقبلة، دمتم في رعاية الله.